أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.